التحق أشرف حكيمي بناديه الفرنسي باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري بعدما حضر حفل الاستقبال الشعبي والملكي بالعاصمة المغربية الرباط. وظهر حكيمي برفقة صديقه الفرنسي كيليان بابي بملعب التدريب الخاص بنادي باريس سان جيرمان عقب عودة غالبية اللاعبين الذين شاركوا في مونديال قطر 2022 والتحاقهم بالنادي الفرنسي. ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان مقطع فيديو للحظة وصول أشرف حكيمي لمركز التدريب، وصور له برفقة صديقه كيليان بابي على موقع انستغرام، وأرفقها بتعليق جاء فيه: أشرف حكيمي عاد أيضا إلى مركز التدريب هذا الأربعاء